نظرية الأرض المجوفة. هل سبق لك أن سألت عن وجود كائنات أخرى غير الإنسان؟ وإن كانت فأين هي وأين تعيش؟ وهل هي مثلنا أم تختلف عنا؟ وهل سبق لأحدهم أن رآها؟ وكيف كان شكلها؟ من علامات الساعة الكبرى ظهور قوم يأجوج ومأجوج، وهو أول قوم يسكن جوف الأرض، قوم مفسدون أهل فساد وشر كما ذكر في الآيات التالية. يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، وهم من ذرية يافث بني نوح عليه السلام. كانتا متوحشتين، ردموا تحت الأرض من قبل ذي القرنين. خروج من الأرض يعتمد فقط على وقت انتهاء من حفر دام آلاف السنين، فلنعتبره إذن أول قوم يسكن جوف الأرض. انتظر، هل تظن أن هذا هو آخر شيء؟ لا أبدا، فلا زال هناك الكثير. ذكرت عدة آيات في القرآن الكريم تبين وجود كائنات غير الإنس، ومنها هذه الآية من سورة النحل. وعن تفسير هذه الآية: خلق الله لكم مجموعة من الكائنات لتكون جمالا ولتركبوها ويخلقوا ما لا تعلمون. والآية الثانية هي من سورة الشورى. وعن تفسيرها حسب المفسرين: بث الله في كلتا من السماء والأرض من دابة، وهذا يشمل الملائكة الجن الإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم أجناسهم وطباعهم. هل حاول أحدهم النزول إلى باطن الأرض؟ فيليب شنايدر هو أول من نزل إلى باطن الأرض، حيث كان يعمل مع الحكومة الأمريكية، وقد حصل يوما على تصريح أمني عال يمكنه من النزول إلى باطن الأرض. كائنات عاقلة كالبشر، قامتها أقصر بقليل من قامة الإنسان، وهذا ما قاله شنايدر. وهذا كله يدل على أمر واحد، وهو أن باطن الأرض يضج بالحياة. وقد تم دعم هذه النظرية من قبل الكثير، أولهم ويليام ريد من خلال كتابه خيال الأقطاب. ودعم هذه النظرية أيضا إدموند هالي، حيث تكلم عن وجود ثلاث طبقات لكوكب الأرض، ونيوتن أيضا، ثم العصور القديمة. ووفقا لليونانيين القدماء، كانت هناك كهوف تحت سطح الأرض، كما داخل إلى العالم السفلي منها الكهوف في لاكونيا. وأيضا عالم الرياضيات المصري مصطفى عبد القادر العديد من الأبحاث التي وضعت خريطة مفصلة لنموذج الأرض المقعرة. عالم خفي، أمر مدهش، كون مبهم، وأسئلة تحير العقول. إلى حد الآن تم التعرف على 6 فتحات تنتشر في عدة أماكن من العالم لا يستطيع أحد الوصول إليها، أو بالأحرى اقتحامها. أولها القطب الشمالي، ثانيا القطب الجنوبي، ويأتي ثالثا مثلث برمودا، رابعا مثلث فورمودا أو مثلث التنين، وخامسا الهرم الأكبر في مصر، وسادسا المنطقة 51 في النفادة، ثم أخيرا لا يعلم الغيب إلا الله. السلام عليكم.